السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي؟ اليوم هو اليوم 18 من رمضان. سؤال اليوم: ما هي أعظم آية في كتاب الله؟ أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. سنة اليوم: الصدقة. الصدقة تعطى للفقراء والمحتاجين للتقرب لله وكسب رضاه وثوابه، وتكون بالمال والغذاء والابتسامة وإفشاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. نشاط اليوم: صنع بيتزا بالتوست.